لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول شيء غادي نبداو به في هذا المباشر هذا هو الله الوطن الملك. نفتخر ونعتز بالوطنية ديالنا، نفتخر ونعتز بالمغرب ديالنا الحبيب، المغرب اللي كنموتوا عليه، لأنه المغرب وحب الوطن تعلمناه منذ الدراسة ديالنا في المدرسة. يعني ما قربتش، يعني ما بغيتش، يعني حب الوطن تعلمناه وحنا صغار في المدرسة، زادوا علموه لينا والدينا حب الوطن، وأي شخص يمس بالوطنية ديالك ما تشوفش فيه، فحب الوطن من الأولويات ديالنا. حب الوطن والله الوطن الملك. مشاهدي الكرام، أول شيء غادي نبدا به هو هاد المغنية، هادي مغنية الكباريات الجزائرية شابة شينو، يعني اللي سبات الوطن ما مرة ما جوج، سبات المغرب. كانت غادا تغني في مدينة مراكش، والسلطات تم المنع ديالها، منعوها السلطات في مدينة مراكش وتم إغلاق ذاك الملهى. مرة أخرى كنشوفوا أن هاد المغنية هادي غادي تصادفها كباري في منطقة عين دياب مدينة الدار البيضاء. واش تعطيك نفسك أنك تصادف مغنية الكباريات لعب عيرات وسبات الوطن ديالنا، الوطن الحبيب، الوطن اللي كنموتوا عليه؟ هذا هو الملهى، حنا أمام هذا الملهى هذا اللي غيستضيف هذه المغنية هذه 27 من هذا الشهر هذا. هذه هي المغنية شابة شينو. هل يعقل انه تسب الوطن ديالك وتصادفها في هذا الملهى هذا؟ واش هذا يعني تحدي للسلطات؟ واش هذا الشيء تحدي للسلطات؟ فيجب التدخل. واش هذا تحدي خاصة يتم المنع ديالها، لانها راه سبات الوطن ديالنا وسبات الوطن اللي كنموتوا عليه، ودائما وابدا الله الوطن الملك. فين هم المسؤولين؟ هانتوما شوفوا هاد الملهى هذا شكون غادي يتصادف، واخا هما مخبين هاد القضيه هادي وباغيين يدوزوها في السكات، ولكن قناه الشعب، قناه شوف تي في، لهم بالمرصاد وطبيعه الحال حتى السلطات حتى هما غيكونوا لهم بالمرصاد. هذا هو الملهى اللي غتصادف فيه هاد المغنيه الجزائريه اللي سبات الوطن الحبيب ديالنا. ملها معروف منطقة عين دياب، ملها معروف الدخلة ديال عين دياب. لا يعقل شينو انها تدخل الوطن الغالي، لا يعقل. هاي السهرة ديالها كاينة نهار 27 من هاد الشهر هذا، ها هو التاريخ، هاي الصورة ديالها، هاي شابة شينو، يعني هادي لافيش هما اللي مصوبينها، هما اللي غادي يصادفوها. هاي شتوها، هاي امامنا، هل يعقل الوطنيه ديالنا والحب ديالنا للوطن ان نحن كنعرفوه منذ الصغر ديالنا، منذ المدرسه، منذ الوالدين ديالنا، من الصغر ديالنا هما كيعلمونا حب الوطن، واش هل يعقل انهم يصادفوا هذه المغنيه هذه بدون تدخل السلطات المحليه؟ ففين هما المسؤولين؟ يجب طرد شينو من المغرب، يجب انها ما تدخلش المغرب، لان الكل راه كلشي كيعرف ان شابة شينو سبات المغرب ديالنا. فحشومه وعيب وعار اننا نصادفوها ونخليوها تغني في ملها وسط عين دياب مدينه الدار البيضاء. فخاص انهم المسؤولين الكبار يدخلوا في هذا الموضوع هذا، لان هذا الشيء هذا راه غير عادي وغير معقول. هاي شابة شينو غتصادف هذا الملهى هذا اللي امامنا. حب الوطن تعلمناه وحنا كنقراو صغار في المدرسة، تعلمناه وحنا يعني من الوالدين ديالنا، ودائما وابدا واخيرا مشاهدي قناة شوف تيفي الله الوطن الملك. وغادي نودعكم، وهذا هو الملهى اللي غادي تصادف فيه هذه المغنية بمنطقة عين دياب مدينة الدار البيضاء. مشاهدي الكرام،
إلى اللقاء. الله الوطن الملك.